السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، مرحبا بكم في تفسير جديد على قناتكم لتفسير الأحلام. فسر ابن سيرين رؤية غسل الثياب في المنام بالتوبة عن الذنوب والخطايا، ومن رأى أنه يغسل ملابسه المتسعة في الحلم فإنه يبعد الباطل والمنكرات. فيما رؤية غسل الملابس باليد في المنام دليل على مجاهدة النفس على الشهوات والتغلب عليها، ويقول ابن سيرين أن رؤية نشر الملابس في المنام دليل على العودة من السفر أو استقبال عائد من السفر، ورؤية غسل ملابس شخص في المنام دليل على تبرئته في الذمة وسداد الديون عنه. أما رؤية غسل الملابس في المنام للرجل فهي تدل على الانتهاء من فترة عصيبة في حياته، وحلم غسل الملابس للعذبة دليل على تحمل مسؤوليتها بنفسها، ورؤية غسل الملابس في المنام للمتزوجة دليل على حمل مسؤوليات عائلتها. أما رؤية غسل الملابس في المنام للحامل فهي دليل على همتها وصلاح بدنها، ورؤية غسل الملابس في المنام للمطلقة دليل على طهارتها وعفة نفسها من المعاصي. ويقول أحد المفسرين الأحلام المعروفين أن رؤية لوح الغسيل في الحلم تدل على المشاكل المالية، أما تفسير رؤية امرأة تغسل الثياب على يدها أو على لوح الغسيل في الحلم فهي دليل على امرأة متسلطة في حياتها، والله أعلم. هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية تفسير اليوم، أتمنى أن ينال إعجابكم وإلى اللقاء في تفسير جديد على قناتكم إن شاء الله.